أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها مستجدات الوضع في نهم وتداعياته على كل المستويات. أكد اجتماع لقيادة الجيش في مأرب استمرار العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي في كافة محاور وجبهات القتال. وقال الاجتماع الذي ترأسه وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي إن معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعة فيه مهما كلف الأمر. من جهتها لوحت الحكومة بتجميد اتفاق الحديدة على إثر التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي تجاه مأرب والجوف. وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي في بيان نشرته وكالة سبع الحكومية إن استمرار التصعيد العسكري الأخير للحوثيين في ظل وجود المبعوث الأممي مارتن جريفيث في صنعاء يعد استغلالا سيئا لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة. وأضاف الحضرمي أن ميليشيا الحوثي تتحمل وحدها مسؤولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث لوقف التصعيد وإفشال اتفاق ستوكهولم. وأكد وزير الخارجية أن الحكومة لم تعد ترى جدوى من اتفاق الحديدة ولن تسمح باستغلاله لتغذية معارك الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها. من جهتها دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الرئيس هادي والتحالف إلى اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة ودعم الجيش الوطني لاستكمال عملية التحرير. حول مستجدات الوضع في جبهات نهم وطبيعة المعارك ومستوى الدعم والإسناد وكذا مواقف الحكومة ووزارة الدفاع وهيئة رئاسة البرلمان إضافة لموقف المبعوث الأممي من التصعيد العسكري ستكون حلقتنا. نبدأ النقاش بعد متابعة تقرير وديع عطا. ليست معركة واحدة بل معارك هي الأشد وفقا لمقاتلين في جبهات نهم منذ 2015. المعارك مستمرة وتدور رحاها على امتداد 40 كيلومترا أفقيا، تكون في أوجها أثناء ملاحم السيطرة على القمم وقطع خطوط الإمداد. تكاد الأنساق لا تتوقف ولا يزال المدد والنفير مستمراً من الطرفين باتجاه الميدان. مصادر في الجيش أكدت أنها طالبت التحالف للتدخل منذ 4 أيام، لكنه صم آذانه عند الحاجة، وحين حضر كان الوقت قد أزف. المعلومات من الميدان تفيد بأن الانسحابات التي جرت كانت في الميسرة، وأن الميمنة والقلب لا يزالان في قبضة الجيش، وكتائب الجيش بصدد إعادة ترتيب صفوفها استعداداً لجولة كر أخرى. على نفس الصعيد أكد اجتماع لقيادة الجيش في مأرب استمرار العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي في كافة محاور وجبهات القتال. وقال بيان صادر عن قيادة وزارة الدفاع إن معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعة فيه مهما كلف الأمر. من جهتها قالت الحكومة اليمنية إن التصعيد العسكري الأخير للحوثيين في ظل وجود المبعوث الأممي مارتن جريفيث في صنعاء يعد استغلالاً سيئاً لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة. جاء ذلك في بيان صدر عن وزير الخارجية محمد الحضرمي نشرته وكالة سبأ الحكومية، قال فيه إن ميليشيا الحوثي تتحمل وحدها مسؤولية انهيار جهود السلام وإفشال اتفاق ستوكهولم، مؤكداً بأن الحكومة لم تعد ترى جدوى من اتفاق الحديدة ولن تسمح باستغلاله لتغذية معارك الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها. وبدورها دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الرئيس هادي والتحالف إلى اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة ودعم الجيش الوطني لاستكمال عملية التحرير. المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الذي غادر اليوم صنعاء بعد لقائه قيادة الميليشيا الانقلابية اكتفى بالتعبير عن قلقه الأخير إزاء التصعيد الأخير في مستوى العنف حسب قوله، داعياً الأطراف المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأنشطة العسكرية. بالنظر إلى مجريات الأمور ومستجداتها يبقى التساؤل مفتوحاً حول حقيقة دور التحالف وطبيعة دعمه وإسناده للجيش الوطني في معركته لاسترداد الجمهورية. إذن نبدأ النقاش مع الصحفي علي الفقيه من اسطنبول، نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر. سيد علي مساء الخير. مساء النور. مساء مساء الخير. كيف تتابع مجريات الأمور في نهم؟ ميدانيا يبدو أن الوضع يعني بالنسبة لنا غير واضح، هناك حالة يعني معارك شديدة ويعني اختراق حققه الحوثي في الجبهة، ويفترض أن يبدأ الجيش بالتقاط أنفاسه ومعاودة ترتيب صفوفه
استئناف العمليات العسكرية واستعادة ما خسره خلال اليومين الماضيين. أعتقد أنه لن يفرط في المكتسبات التي حققها خلال الفترة الماضية، وسيعيد الناس النظر في الآليات والترتيبات التي أدت إلى تمكين الحوثي من تحقيق هذا الاقتراب. ما الذي يجعل الوضع غير واضح بالنسبة لكم؟ أولاً أنه شبكة الاتصالات في المنطقة قطعت على معظم المناطق، أيضاً حالة كثافة النيران حاصلة حالة دون وصول الصحفيين والمراسلين إلى مناطق المواجهات، بالإضافة إلى حالة تكتم من الطرفين على الأقل فيما يتعلق بالوضع الميداني. طب هذا بالنسبة للوضع الميداني، لكن بالنسبة للموقف الرسمي على مستوى وزارة الدفاع والبرلمان، كيف تقرأ هذا الموقف؟ أعتقد أنه الموقف يبدو منسجم بين وزارة الدفاع والبرلمان تجاه على الأقل التحركات الدولية واتفاقية صوكهولم التي منحت الحوثي مساحة واسعة للتحرك وجمدت كثير من المواد من الجبهات جعلته يتفرغ ل جبهة نهم ويحقق هذه الاختراقات. يفترض الآن أن يتوحد الخطاب باتجاه الضغط لإنهاء اتفاق ستوكهولم، معاودة العمليات العسكرية، مواجهة الحوثي بالنار، لأنه عادة كما هي معروف استراتيجية منذ بداية الحرب يستغل كل الهدنات كل الاتفاقيات لتحركات على الأرض وفرض واقع ميداني جديد يمكنه من الانتقال إلى جولات قادمة وهو في وقت ميداني أفضل. أرجو أن تبقى معي سيد علي، ينضم إلينا من مأرب مدير مركز صنعاء الإعلامي ينضم إلينا من مأرب أيضا نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة المقدم صالح القطيبي. سيادة المقدم مساء الخير. مساء النور. سيادة المقدم، بداية نريد معرفة حقيقة الوضع في نهم وما صحة الأنباء التي تتحدث عن سقوط الفرضة. عبر قناة بلقيس أنا أريد أن أوضح للإخوة السادة المشاهدين أن ما يجري في نهم هي معارك أسطورية أبطال الجيش الوطني، وبالتالي على التوالي هناك معارك عنيفة يقوم بها أبطال الجيش الوطني خصوصا ميليشيات الحوثي الانقلابية التي أعدت حشودها لهذه المعركة قرابة 4 أشهر، ومعركة نهم هي المعركة المصيرية التي نعتقد جازمين بأنها هي التي من خلالها تستعيد الشرعية وتستعيد مؤسسات الدولة. وهناك ما يروج له ومطابق الإعلام الحوثية سقوط الفرضة نقول بأنه مبالغ فيه. نقول لهم أرونا الفرضة في قنواتكم ونحن أبطال الجيش الوطني مسيطرين سيطرة تامة على ميمنة فرضة نهم، وأيضا هناك مواقع تم الانسحاب منها تكتيكيا وفق خطط مرسومة، وبعد من أيام سينبه بأن ما بعد فرضة نهم نقول بأنها بيد أبطال الجيش الوطني. بالمناسبة تم تعزيز جبهة نهم اليوم قوات من الجيش والقبائل أيضا، ما طبيعة الدعم والإسناد القبلي والعسكري الذي تم وصوله اليوم إلى نهم؟ نعم هناك دعم كبير وحشود من المقاتلين من مدينة نهم من مدينة مأرب ومن قبائل مدينة مأرب توجهوا ما أن سمعوا أن هناك معارك عنيفة ومشتدة، بادر هؤلاء الأبطال إلى دعم الجبهة. ونقول لأن يعني ما رأيته اليوم أمس جمهور حائل وحشود من أبطال الجيش الوطني متواجدين بأسلحتهم وأمتعتهم ويمشون وفق خطط سياسية ترسمها القيادة العسكرية المتواجدة في الميدان، ونبشر عبر قناة بلقيس بأن أيام الحوثي وجرائمه التي يرتكبها أبناء الشعب اليمني هذه تمثل القرب في نهايته، وهؤلاء الأبطال هم من يراهن عليهم الشعب استعادة وتحرير التراب الوطني. فأبشروا أبطال الجيش الوطني الذين يخوضون هذه المعارك والذين لم يستلموا يعني مرتبات في طيلة أشهر لأنهم يحملون قضية ويعرفون بأن هذه المعركة هي معركة مصير للحفاظ على الهوية اليمنية والمستقبل الأجيال. بالنسبة أيضا لمستوى وحجم الإسناد الذي يحصل عليه الجيش من التحالف، ما هو هذا المستوى؟ ما مدى هذا الدعم؟
تكلمنا هذا السؤال. كنت أسألك عن الدعم والإسناد الذي يحصل عليه الجيش من التحالف، ما مستواه وحجمه؟ قوات التحالف تشارك أبطال الجيش الوطني في خوض معاركهم وكل السياسة الحزب الانفلاتية، والدعم متواصل، وهناك من يقوم بالضرب على هذه المدعية من إخواننا الشقاء في المملكة العربية السعودية، ويثمن الدعم الذي يقدمه لأبطال الجيش الوطني، ونقول بأن أبطال الجيش الوطني هؤلاء كل على حمى الأبطال والهامات، من يراهم يصعب أن يتكلم عن بطولاتهم وعن تضحياتهم، لأنهم رأوا ما تمارسه الميليشيات مضطرم، وأن هذه الميليشيات هي ميليشيا إجرامية لا ترضى بالحوار ولا بالحل مع أحد، ويكفي من الميليشيات التي أبرمت ومع ذلك حشدوا هذه الحشود كما أسلفت، وجمعوا جميع مقاتليهم من جميع الجبهات وأتوا بهم إلى نه، ونقول بأن ما يجري في نه يجب أن يعرف الإخوة المشاهدين بأنها محرقة فيما تعنيها الكلمة، والله لقد رأينا بأعيننا عشرات بل مئات الجثث المترامية في الشعوب الشعبية وفي السعودية وفي قمم المواقع، تتركهم الميليشيات الحوثي فاضة مخلفة السلاح. سيادة المقدم، لا خلاف على الأبطال في الميدان، لكن هناك من يتحدث عن خذلان. لو تسمعني سيادة المقدم، هناك من يتحدث عن خذلان وتأخر وتباطؤ عن الدعم الجوي بالطيران، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ نعم هناك دعم جوي، ولكننا نأمل أن يكون الدعم الجوي أكثر مما يتم الآن، لأن الميليشيات الحوثية تأتي بتعزيزاتها من مختلف الجبهات من الصحراء ومن القرى ومن أماكن عدة وتزجهم إلى نهر، ونناشد التحالف بأن بذل ودك هذه التعزيزات التي تأتي للميليشيات، ومع ذلك هناك أيضا ضربات جوية مستفيدة تساعد وتساند أبطال الجيش الوطني، وما يكون فإننا نقدم الشكر والتقدير لإخواننا دول التحالف وفي مقدمة سمو المرحلة على المملكة العربية السعودية، الجيش الوطني باستعادة دولته ومؤسساته. السؤال الذي يضع نفسه الآن هو لماذا لا تتحرك الجبهات الأخرى؟ ما الذي يمنع قيادة وزارة الدفاع من تحريك بقية الجبهات ولو لمجرد الإرباك حتى؟ نعم هناك معارف عميقة تندلع منذ صباح اليوم في هيلان، حيث قامت حلقة الميليشيات الحوثية محاولة انتقام طريق الرابط بين محافظة مأرب وصنعاء، ومع ذلك هناك هذا الجيش الوطني كان معارف عنيفة، وكان طيران التحالف يساند لهم، وايضا في جبهة مجمع المسؤول هناك معارك عنيفة، وفي الحديث هنا نعم سيادة المقدم، الحديث هنا عن جبهة نعم جبهة الساحل الغربي وجبهة الضالع وتعز ايضا. جبهة الساحل الغربي يناشد القادة المعنيين ويناظر القيادة السياسية والقيادة العسكرية ايضا انه لابد ان تحرك جميع الجبهات لهذه ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية، لان هذه الميليشيات كما عرفناها تأتي بمقاتليها من جميع الجبهات وتحشدهم في جبهة واحدة، والضغط ياتي لابد ان تحرك جميع الجبهات في حجه وفي صعبه وفي جبهه الساحل الغربي لتطبيق الاحلاق على الميليشيات، وهذه الميليشيات تقول لو تحركت هذه الجبهات وفي وقت واحد لا رايناها منهاره، وراينا ابطال الجيش الوطني يحررون عشرات الكيلومترات في اليوم الواحد، وهذا ما يكون في جبهه البيضاء او في الشبوه او في محافظه الجوف او في صعبه، الميليشيات منهاره ولا بد من الضغط على الجبهات. نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة المقدم صالح القطيبي، كنت معي من مأرب، أشكرك جزيل الشكر. بالعودة إلى علي الفقيه من إسطنبول، سيد علي ربما استمعت معي إلى المقدم، ما الذي تقوله، ما الذي تقرأه في كلامه وفي دعواته لتحريك الجبهات الأخرى؟ سيد علي لو تسمعني. نعم نعم سيد علي، كنت لو سمحتي هل سمعت السؤال؟ لا اعيدي السؤال لو سمحتي. نعم كنت اسالك عن كلام ضيفي السابق المقدم، كان يتحدث عن تحريك دعوه لتحريك الجبهات الاخرى، ما الذي تقراه في هذه الدعوه؟ من المهم جدا ان تتحرك الجبهات في هذه اللحظه،
لانه الحوثي بمجرد تجميد الجبهات هو يستقوي في جبهه واحده ويحشد كل مقاتلين. نحن وصلتنا معلومات بان ميليشيات الحوثي حشدت المقاتلين من جبهات الحدود ومن عده جبهات الى جبهه نهم، وبالتالي هذه الخطوه مهمه جدا الان من اجل تخفيف الضغط على جبهه نهم ومحاوله يعني كسر تغيير المعادله القائمه، لان الاستفراد بجبهه واحده يجعل القوه كلها تركز في مكان واحد. هو يعد لهذه الجبهه منذ شهور ويعلم ان جبهه نهم هي الاهم والاخطر بالنسبه له، لانها هي اقرب الجبهات الى العاصمه صنعاء والتي تشكل خطر مباشر على مشروع جماعه الحوثيين. الان الكره في ملعب وزاره الدفاع، ملعب التحالف، لدعم الجبهات واسنادها وتوفير ما يلزم من السلاح والعتاد لان تتحرك ويمضي الضغط بجميع الاتجاهات. ربما في هذه اللحظه تتغير المعادله وسيصبح الحوثي مشتت غير قادر على المواجهه في كل الجبهات. لو عدنا للحديث عن المواقف سيد علي، الحكومة لوحت على لسان وزير الخارجية بتجميد اتفاق ستوكهولم والذي تستخدمه الميليشيا أيضا لتطويل المعركة وللضغط وللاستعداد للمعارك الأخرى في هذه الجبهات مثل نهم. لماذا لا تنسحب الحكومة من هذا الاتفاق؟ التلويح اليوم لم يعد كافيا. اليوم يفترض أن تنتقل الحكومة إلى خطوة عملية وتعلن انسحابها من هذا الاتفاق الذي كان عائما وفضفاضا ومائعا. منح الحوثي فرص كثيرة، أولا أنه أبقى على سيطرته على مدينة الحديدة التي تعد الرئة التي يتنفس منها الحوثي وتمد بالأموال لتمويل المعركة، وأيضا منحته فرصة لحشد المقاتلين الذين كانوا موزعين في جبهات الساحل الغربي ووصولا إلى الحديدة لنقلهم إلى جبهة نهم. يفترض أيضا المجتمع الدولي هو يتعامل مع أمر واقع. إذا فرضت القوة وفرضت السيطرة بالأمر الواقع كما يعمل الحوثي، في هذه الحالة يمكن لهم أن يتحركوا تحرك جاد للضغط على الحوثي لإيقاف هذه العمليات العسكرية. لكن اليوم للأسف الشديد الضغط باتجاه واحد، هم يضغطون على الحكومة للالتزام باتفاق ستوكهولم وتجميد الجبهات، بينما الحوثي يتحرك بالراحة. ونحن نعرف جيدا بأن هذه الهجمة التي نفذها الحوثي باتجاه نهم جاءت في التزامن مع زيارة عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي لصنعاء، وتبعتها زيارة مارتن جريفيث إلى صنعاء. لا ندري ماذا يدور في هذه اللقاءات، لكن هي تذكرنا بتحركات سابقة للأطراف الأممية والأطراف الدولية، وكأنهم يمنحون الحوثي الضوء الأخضر لهذه التحركات العسكرية ولا يمارسون ضغط من أي نوع لإيقاف العمليات العسكرية. نعم، لو تعرج على موقف التحالف أيضا الذي اكتفى بقصف التعزيزات فقط، أيضا ما مدى جدية التحالف في دعمه للجيش في هذه المعارك؟ التحالف اليوم مطلوب منه دور أكبر، وكان يفترض منذ اللحظات الأولى لهجوم الحوثيين على جبهات نهم أن يلعب دور فاعل في ضرب الإمدادات والتعزيزات العسكرية التي يدفع بها الحوثي باتجاه هذه الجبهة. نحن تابعنا مجريات الأحداث منذ اليوم الأول للهجوم مطلع الأسبوع الجاري، وكانت حركة الطيران خفيفة جدا، ضربات محدودة في أماكن محددة، لم تؤثر على قدرة الحوثي على الحشد وعلى الضغط على الجبهة التي باتت مكشوفة في ظل فارق كبير كما نعلم نحن في العتاد العسكري وفي حجم الذخائر والتسليح الذي تحظى به ميليشيا الحوثي، وهي يعني بالإضافة إلى أنها ورثت مخازن الدولة، استطاعت خلال الفترة الماضية عبر التهريب وعبر الدعم الإيراني أن تحصل على كثير من الأسلحة النوعية التي تحرز بها تقدم، بينما طرف الحكومة تعرض لحالة استنزاف خلال السنوات الماضية. نعم. وأنا أتحدث عن جبهة نهم التي يقاتل أفرادها بدون مرتبات، تمضي عليهم شهور طويلة وهم بدون مرتبات، مما يضطر كثير من الجنود والضباط لمغادرة الجبهات. شكرا جزيلا لك الصحفي علي الفقيه من اسطنبول، أشكرك جزيل الشكر. معنا من مأرب مدير مركز صنعاء الإعلامية الصحفي عبد الباسط الشاجع. سيد عبد الباسط مساء الخير، ما الأجواء لديكم في مأرب على خلفية مستجدات الوضع في نهم؟ سيد عبد الباسط لو تسمعني.
سيد عبد الباسط هل تسمعني؟ إذا مدير مركز صنعاء الإعلامي الصحفي عبد الباسط الشجاع، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن متابعتكم، هذه تحياتي وتحيات معد الحلقة وديعطة وكافة الطاقم، إلى اللقاء.